السنة الماضية بدأت خلافات ما بين مساحات تصفية الدم وصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي هو مقر المركزي الموجودين فيه احنا الآن. منذ سنة الفارطة هددت مساحات تصفية الدم بإضراب بيومين، كنا استطعنا فضل إشكال وتجاوزه بفضل تدخل مجموعة من أصحاب الخير. المشكلة اللي السنة مساحات تصفية الدم هددت بداية من غرة جان في السنة القادمة بزيادة في بتعريفة جديدة خاصة لحصة تصفية الدم. نتحدث على حصة، راهي المريض تصفية الدم يقوم بثلاثة حصص في الأسبوع. التسعيرة اللي حددتها مراكز تصفية الدم هي 150 دينار، وإحنا نتمتع بتكفل تام من قبل الدولة، تكفل تام بريزون شارج توتال لتصفية الدم. تبقى الكنام يدفع في 87 دينار لمراكز تصفية الدم. في المدة الأخيرة مراكز تصفية الدم حدد التعريفة الجديدة ولا التسعيرة الجديدة ب 150 دينار. الفارق هذاك ما بين 150 و 87 سي مالكي مساحات تصفية الدم قرروا أنه المريض هو اللي يدفع الفارق هذا، يقدر ب 63 دينار في الحص، أضربهم في الثلاثة وأضربهم في الشهر بمعدل 12 و 13 حصة في الشهر، وهو أمر تعجيزي بتاتا. أصبح حط المريض في وسط حلقة مفرغة هي أساسا، علاش المريض هذا يصف يموت، ما عندوش حتى حل كان تصفي. إذن هما يتجرب أرواح ناس مرضى، ناس ما عندش حتى الإمكانيات المادية، أو الإمكانيات المادية ما عندهمش. ثانيا المستوى الاجتماعي بتاع إنسان يصف الدم نفسانيا طايح، زيد تجربه أنت باش يدفع فلوس باش يصفي منين؟ وثانيا مناش بضاعة مجزيات باش نحن يتجروا فينا، نحن عبيد نطالبوا بحقنا في الحياة والوجود. Le secteur privé de la dialyse entalak en 1977. L'évolution s'est produite sur 37 ans et demi. بدينا نخدموا من تاريفيكاسيون اللي كانت أقرتها وزارة الصحة وزارة المالية أنا ريتي كونجوان en mai 77 à 89 دينار. 9 دينار pour les honoraires médicaux et 80 دينار pour la clinique. Depuis nous fonctionnons avec la même tarification. في ظل une inflation exponentielle sur la même période. Donc, علاقتنا مع الكنام شنية؟ احنا بريستاتير دو سوان قدموا الخدمة هذية pour les insuffisants rénaux arrivés au stade terminal de cette maladie. Et la CNAM, c'est l'organisme payeur qui prend en charge à 100% les frais de cette séance de dialyse. الحقيقة الكنام احنا تفاجأنا بالقرار هذا. علاش تفاجأنا؟ لأنه حاليا فما لجنة فنية تكونت ما بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، هي قاعدة تدرس في الكلفة الحقيقية للحصة، واللي مش يقع الاتفاق عليه هذاك باش تعتمدوا الكنام. الكنام توا حاليا تطبق في التعريف الجاري به العمل. 2006 ما مدونا البروجي كان 2010 4 ans plus tard. من 2010 لتوا enfin حتى 6 شهور التالي ولا اكثر شويه on a négocié. تفهمنا على la plupart des articles الا l'article 17 اللي فيه tarification. جينا في الارتيكل 17 قالوا نعملوا لجنه بور ليستيماسيون دو كو. هاللجنه هذه خدمت يجيها بابري 8 شهور، قدمت سيت استيماسيون دو كو، بقى قدموها اون انترن، ما قالولناش قداش لقاو، بقى قالوا لنا فوزافي ريزون ما عادش تخلص يفو اون تاريف، معناتها ريفيزي لا تاريفيكاسيون. لكن كي تقدمت في وزارة الشؤون الاجتماعية قالوا لا، كيفاش الكنام تعمل وحدها ستيتيود دو كو، يلزم نعملوها ونشركوا أطراف أخرى، وزارة الصحة، سي ان ار بي اس، سي ان اس اس. فتقرر بعد لا تعداوك 8 شهور دراسة ومن بعد شهرين أخرين وحنا نستناو، تقرر إعادة الدراسة. دونك هالدراسة كيف كيف خذات استغرقت وقت كبير اكثر من 8 شهور، ومن بعد تقدمت لنا قدام وزير الشؤون الاجتماعيه
اون بريزونس ممثلين وزاره الصحه ستاف نتاع الكنام. احنا كنا يعني معزين بالفيس بريزيدون دو لوتيكا والغرفه كامله الكلفه 100 دينار فاصل 800 مليم ببري. تلفت لنا سيد وزير الشؤون الاجتماعيه قالش بعد هالكلام من الكلام ترجعوا تنيغوسي واللي تتفاهموا عليه يجوا نصحوه. هذا اون 2013 انا اون او دو ريونيون. شنو هي البوزيسيون تاع الكنام؟ لا ليتيد هذه ما حقاش تعملت ما كرناش عملنا تيت. واحنا حتى لو كان عندنا ما نقولوا فيها ليتيد احنا ما عندناش فلوس. احنا التفاوض راهو ما انقطعش لا مع مع, مع 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 الغرفه ولا مع اصحاب المساحات الخاصه. واليوم اساسا اليوم فما حتى اجتماع مع الجمعيه جمعيه مرضى القصور الكلوي اللي احنا نقولوه معناها واللي احنا ضده انه يتخذ هذا القرار ليمس مباشره صحه المواطن. لانه في الاخير المفاوضات تنجم تاخذ وقت لكن صحه المواطن الحسه هي العلاجيه هي ضروره حياتيه بالنسبه للمواطن. لو باسيون احنا في خدمته توا 35 سنه 37 سنه مش تلقى دي باسيون اللي عندهم ما شاء الله 35 ans de dialyse. une des preuves de notre de la qualité de soins que nous avons fourni c'est que ils sont الحمد لله en bonne santé. الدياليز هذه عمرها ما وقفت على طيل هالمدة هذية. يا أيو دي زيفينمون في تونس من الزلزال للطوفان للثلج اللي في عين دراهم اللي سكر توت لي زيسيو للثورة والكوفر فو اي بورتون الكراهب نتاعنا تجول في كامل تراب الجمهورية وتجيب في المرضى. تعرف الكهرباء تمشي فارغة تجيب تعبي وتجي وترجع معبي وترجع معناتها امالاد سانو في كاترا لي روتور. السيارات نتاعنا تجوب في كامل تراب الجمهورية تجيب في المرضى. وقت الثورة لهنا وزيت باسي بار الوحدة زوزة ناك تحرق أ 200 متر دو شيموا مالغري سورا كراهبي تتعدى ما بينك الحجر وكل الواحد وكل الحرايق وكذا وتكركر في المرضى وتجيب. عمرنا ما وخرنا على أداة واجبنا. وقت اللي الفورنيسور يتكلم من سوسة يقول لك لا ما نجمش نمشي لبنزرت نبعث نقول له ابعث لي السلعه بيتها عندي انا هنا وانا نكري كميونه اخرى باش نبعث كميونه لبنزرت باش بنزرت ما تقفش الدياليز. قمنا بواجبنا وماهيش مزيه. المرضى على روسنا. اللي نوضحوه هو للمرضى وبالنسبه للمضمون الاجتماعي راهي ماهيش الكنام هي اللي واقفه باش ضد مصلحتهم. لا بالعكس معناها الكنام هي داخله في مسار تفاوضي مش الكنام برك. الكنام قلت لك عضو في لجنه فنيه فما وزاره الصحه فما وزاره الاشراف وزاره الشؤون الاجتماعيه قاعدين يتفاوضوا اللي مش يقع الاتفاق عليه باش تطبقوا الكنام. ديما فما حلول وخطك راهو دائما ديما مراعاه لصحه المواطن. راهو مادام صحة المواطن هي في الحساب وهي معناها اللي قاعدة احنا الحقيقة معناها انه نتعجبوا كيفاش معناها ان نرتهنوا صحة المواطن ونستعملوها باش نتفاوضوا باش نزيدوا في التعريفة ولا نقصوا اصل المفاوضات هي تهم راهو المسائل المتعلقة بالقطاع ككل. وعلاش هي اللجنة هذه احدثت؟ مش ما فما كانت التعريفة راهو فما اتفاقية زادة كيف يزم الكنام اللي اليوم ما عندهاش اتفاقية ممضات مع الغرفة هذه باش اللي فيها التعريفة ولا فيها معناها الكنام حضرت هالاتفاقية هذه قعد عنصر متاع التعريفة. العنصر متاع التعريفة ماهيش الكنام اللي تحدو اللجنة الفنية هي اللي باش تحدد التعريفة هذيك. تو أوكين ريبونس من حتى شيرة. بعثنا وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية رئاسة الحكومة الكنام جي تي تي لوتيكا أدو أو تروا ريبيز وإحنا أون بو بلو. تصور انت ابري 37 ans et demi d'inflation il y a un prix qui a été calculé en deux présenté en 2013 لكن sur les données
كونتابل دو 2012 قول لك لو كو فايت 100 دينار اي اون سو في رمبورسي 83 دينار كومون اون افيكو سي دي زون اون اي بيزي نو ريزيرف اون ا مونجي نوتر كابيتال اي بي عايشين على الظلم الخدامه نتاعنا عندهم 4 سنين لي زوغمونطاسيون نتاعهم ماهمش قاعدين ياخذوا فيهم تو القطاعات الكل تعطي للخدامه نتاعها الزيادات وحنا ما عندناش ما نعطيوش زيادات سي بور سا كون بو بلو روتونير نوتر بيرسونيل نوتر بيرسونيل بدا يخدم عندنا هو مقيد في ليست داتونت في السبيطارات مقيد في ليست داتونت في ليميغراسيون ومقيد في اي بولي كلينيك تحل يمشي قيد دوموندور دومبلوا سو كي في عندنا نقص في الموارد البشريه الشبه الطبيه والطبيه حتى الطب كيف كيف اون بو بلو روتونير تصور طبيب يخلص 7000 على الحصه 7 دنانير يتنحالوا منها 6% تفيا و35% امبو ايش يبقى له 4300 في 4 دنانير و300 في يده ايش شنو الحل هنا ما عندناش فلوس هانا باقي نتفاوضوا هاي نزيدوا نعملوا دوت رينيو عملنا اون و دو دوت رينيو من غير جدوى تور دو تابل هكا لكن من غير جدوى ومن بعد حتى نشوفوا حلول بديله تو نكلموا الوزاره متى ستاك نقص لكم في الضوء نكلموا السونات نقص لكم في الماء معناتها مش تولي نتحلوا على بيبان اخرى اللي هي غير منطقي ومن بعد جاء الكونسي ناسيونال دو لاسيورونس مالادي اللي تراسه سيد وزير الشؤون الاجتماعيه عاودنا ذكرنا الاشكال والبلوكاج اعطى دي كونسين كلير بور لا ريبريز دي نيغوسياسيون الكلام اتصلت بينا بالاول عطاتنا برومي رونديفو دو ريونيون نهارين قبل تكلمت عاودت على ريبورتي سو رونديفو ومن بعد عاودت تكلمت على ريبورتي بقى مره هذه قالت ماذا بيا ما تجينيش غرفه كامله يجاني انت بريزيدون تو نشوفك بدي جاي نشوفك في البيرو وكهو شنو الحل احنا رانا ما نجموش نتكلفوا نتحملوا المصاريف هذه كل تو نشوف وزارة الصحة نجمش تدفع معنا إن بارتي شنو هالكلام هذا دونك لوبيراسيون ومن بعد انقطع الحوار ما فهم حد شيء هذه 8 شهور التالي من عرش قديش قعدنا نبعثوا اي بي اوكور ريبونس احنا اصحاب حق ما نستجوش حتى واحد ما ناش نطلب حتى واحد فقط ندافع على حقنا في الوجود وباش نكملوا وان شاء الله ما يدفعوناش باش نتخذوا خطوات وقرارات اخرى ماهيش باش تكون في صالحنا ونحن كجمعيه رانا نحتفظوا بانفسنا على حق الرد على كل خطوه تهدد حقنا في الوجود في الصحه وان شاء الله ما تكونش عواقب تاعها وقيمه على الدوله وعلى استقرار الدوله على الاقل من الناحيه الاجتماعيه.